السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفات ان شاء الله هتعجبكم. وصفه منهم بالمكرونه، وطبعا الكبار والصغيرين بيحبوا المكرونه، وهنعمل مع المكرونه كرات من اللحمه مفرومه، بس مش لحمه، فراخ، يعني لحمه فراخ. لحمه الفراخ بتاعتنا دي احنا زي ما انتم شايفين، بس هتطلع ملح وفلفل وكورتها. خليني اقول لكم بقى المقادير. عايزين حسب عدد افراد الاسره، انا يعني عامله حساب كيلو من الدجاج المفروم، وعندنا ملح وفلفل، معلقه صغيره بودره ثوم، معلقه صغيره بابريكا، الصلصه 2 فلفل اخضر مشوي، وعندنا نص كوب ريحان اخضر، 1 معلقه كبيره نعناع اخضر، عندنا ربع كوبايه عين جمل مطحون، ممكن تستغنوا عنه بس بيدي طعم حلو للاكله، وعندنا واحد مكعب مرق، 1 كوب ماء، 1 كوب كريمة، جبنة بارميجان للوجه، ومكرونة سباجيتي مسلوقة للتقديم. طيب احنا دلوقتي عملنا ايه هنا؟ كل اللي انا عملته ان انا حطيت على الفراخ المفرومة، حطيت ملح وفلفل وبابريكا وبودرة ثوم، وعملتها كور كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ودي طبعا الفراخ المفرومة بعد ما بتتفرم، يا اما بتطلبه من الفرارجي او السوبر ماركت هو يفرمها لكم، او بتقدروا تحطوها في الكبة، بس خلوا بالكم ما تبلغوش في التشغيل، لانها هتبقى بعد كده لو نعمت زيادة مش هتعرفوا تمسكوها، فبس تلاقوها اتفرمت كده يبقى وقفوا على طول تشغيل المكنة. طيب دلوقتي بنقدر نستعمل زيت زيتون، بنقدر نستعمل زبده، بنقدر نستعمل زيت زي ما انتم عايزين. انا هحط شويه من زيت الزيتون هنا وهشغل النار، احنا اوريدي مشغلينها، وهنبتدي دلوقتي نسوي الفراخ اللي عندنا، بس تسخن كويس دي، هنبتدي ننزل الفراخ. طيب عندنا هنا فلفل مشوي، الفلفل انا جايباه برضو لونه اخضر، لان انا عايزه الصوص اللي نقدم بيها الفراخ تكون لونها كلها اخضر، فانا جايبه فلفل اخضر وحطاه في الفرن، شويته، دهنته بشويه زيت كده وحطيته في الفرن لغايه ما اتشوى كده بقى بالشكل ده. وعندنا بعدين دلوقتي هنقشره، وعندنا هنا الريحان الاخضر والنعناع الاخضر علشان كل الصوص يبقى لونها رايح على اخضر كده، هيطلع اخضر لذيذ فاتح شويه علشان خاطر الكريمه اللي هنحطها. خلينا نشوف الفراخ كده، افتكر خلاص تمام. طبعا حتى كفته الفراخ دي بتقدروا تحطوها في الفريزر، بس كوروها كده وحطوها في الفريزر لغايه ما تيجوا تعزوها، بتطلعوها من الفريزر وتشتغلوا بيها عادي خالص. تقدروا تعملوها بانيه كمان زي ما هي كده، بس بانيه فيعني. طيب خلي ده بقى كده هنا، وخلينا نشوف دلوقتي الفلفل المشوي اللي عندنا ده هنعمل فيه ايه. عايزين خلاط طبعا، عايزين الفلفل، هو متشال متقشر، هو متقشر، فانا هاخد الفلفل اللي عندنا وهنحطه في الخلاط، وانا بس عايزه افتحه. هنحط بقى الفلفل الاخضر اللي عندنا هنا، وهنحط الريحان، وهنحط النعناع، خليني اسيب كده كام نعناعية بره نزين بيها، نختار كام ورقة كده يكونوا حلوين، اها ودي كمان شكلها حلو، ها نحط النعناع. هحط بقى دلوقتي معاهم مية، مش هنحط الكريمة، لان لو حطينا الكريمة الكريمة هتتخفق، وهيبقى عندي كريم شانتيه بالحاجات اللي انتوا شايفينها دي، بالفلفل وبالكلام، فلازم نحط المية هي اللي في الخلاط. تمام، هاخد بقى مية واحطها هنا مع شوية ملح ورشة فلفل،
ادي شويه فلفل، وادي شويه الريحه حلوه قوي، شويه ملح، شويه صغيرين لاني هحط كمان مكعب مرق في الصوص، فمش عايزين نزود الملح كتير. هنحط بقى هنا كده الميه، تقريبا كوبايه ميه. هناخد معاهم كمان، بنقدر نحط معاهم شويه من الجبنه البارميجان، بتدي طعم حلو. ونخلط بقى الكلام ده كله مع بعضه. تمام، شايفين بقى اللون عامل ازاي؟ الريحة خطيرة، حلوة بجد. ها خلاص دلوقتي احنا كده تمام، بس انا عايزة اكمل سوى الفراخ بتاعتنا، ودي فتحتها اقفلها شوية. ونطلع دلوقتي لفاصل، وهنرجع بعد الفاصل تكون الفراخ بتاعتنا استوت، ونشوف هنكمل اكلتنا ازاي مع بعض، واشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. احنا عندنا هنا الفراخ بتاعتنا اهي استوت. احنا عشان افكركم عملنا ايه، احنا جبنا الفراخ مفرومة، وحطيت لها ملح وفلفل وشوية بابريكا وشوية بودرة ثوم، وعملناهم كور. بعدين حطيت شوية زيت زيتون وحطيناهم على النار بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. اخدنا الفلفل الاخضر واتحط في الفرن شويناه، وبعدين حطيته هنا في الخلاط مع ريحان اخضر ومع نعناع اخضر ومع شوية مية ورشة ملح خفيفة، وحطيت معهم شوية جبنة بارميجان. تمام، هناخد بقى الخليط بتاعنا اللي احنا عملناه ده هنا، وهنحطه، هو طبعا لونه اخضر كده حلو زي ما انتم شايفين، هنحطه هنا دلوقتي على الصوص بتاعة الفراخ اللي عندنا. هناخد دلوقتي الكلام ده كله ونحطه تاني على النار مع مكعب مرق. لو عايزين تستغنوا عنه استغنوا عنه، بس هو بيدي طعم لطيف. وهنحط كمان معاه العين الجمل اللي قلنا عليه اختياري، بس بيفرق في الطعم، بيعمل طعم حلو قوي. وهنحط معاه كمان الجبنة الأسفة اللي هنقدمه بعد كده مع الجبنة البارميجان والمكرونة. عندنا بس كريمة هي اللي ناقصة، هتفتح لنا اللون شوية وتدينا طعم جميل جدا. هحط بقى دلوقتي مكعب المرق، وناخد الكريمة اللي عندنا، كوباية كريمة واحدة بس مش كتير يعني، هتفتح اللون شوية بس المهم هتديلي طعم كده لذيذ قوي. الكريمة دي بقى اللي ما تستغنوش عنها، يعني دي اللي لازم نستعملها. طبعا النار عندنا عالية، بس عايزينها شوية تغلي كده، ومن غير ما تغلي كمان هنحط لها الكريمة. عندنا هنا اهي كريمة، طبعا بتقدروا تستعملوا اي كريمة، يعني تقدروا تستعملوا كريمة الحلويات او كريمة الطبخ، عكس لو بعمل حلويات لازم استعمل كريمة حلويات، بس في الطبخ بقدر استعمل يا حلويات يا طبخ. الفرق بس ان احنا لو استعملنا كريمة الحلويات في الطبخ بتبقى ادسم شوية، لان كريمة الحلويات بيبقى فيها على الاقل 33% نسبة الدسم، فبالتالي بتبقى كتير فيها يعني دسمة دسمة. كريمة الطبخ ممكن تبقى الكويسة تبقى 28 يعني 28% 30% ممكن كمان. هناخد بقى دلوقتي الكريمة اللي عندنا وهنحطها اخر حاجة بقى، هنحطها خالص هي عين الجمل. شوفوا اللون افتح ازاي،
هنسيب بقى الكلام ده يغلي كده عندنا هنا شوية، خليني أغطي كمان عليه علشان يخلص أسرع. وهناخد بقى دلوقتي المكرونة اللي عندنا. المكرونة أنا بحب دايما أعملها، أقول لكم بإيه كده على السريع، بحب أحطها على النار مع شوية زبدة أو زيت زيتون، بحط معاها فص مستكة، وبحط معاها شوية من مية سلق المكرونة، شوية من مية سلق المكرونة. فدلوقتي هنحط هنا شوية زيت زيتون، بتحطوا معاها لو تحبوا فص مستكة لو لايق على الأكلة. صراحة الأكلة دي ما يليقش عليها فص المستكة، بس مثلا لو عاملينها مع كفتة بصلصة حمراء كده بيبقى حلو قوي معاها. بنحط شوية من مية سلق المكرونة هنا، وبعدين بنحط المكرونة المسلوقة مع شوية من مية السلق زي ما اتفقنا، وطبعا هنحط شوية ملح وشوية فلفل. فين وديتهم أنا؟ أهم شوية ملح. وشوية فلفل. دايما اعملوا كده المكرونة زي ما قلتلكوا، شوية زبدة او زيت زيتون او زيت عادي مع فص مستكة لو الاكلة شرقي، بس دي شوية لانها مش شرقي قوي فيعني ممكن نستغنى عن المستكة. وحطوا معاها شوية من مية السلق، بتطلع المكرونة يعني بيضة ما فيهاش اي صوص ولا اي حاجة، بس بيطلع طعمها حلو جدا. بس شوية كده، وبعدين ناخدها نحطها بقى في الطبق ونقدمها. خلاص احنا كده اكلتنا جهزت. هجيب الطبق بتاعنا نحطه كده هنا. نحط المكرونة. ناخد المكرونة بقى نحطها هنا. يعني انا حابة احطها كده بشكل دائري بحيث انها، خليني البس الجلافز عشان اقدر امسكها. نعملها كده مدورة ونحط المكرونة في النص، الكفتة في النص، تبقى لذيذة. وبعدين اخر حاجة زي ما اتفقنا هنحط عين الجمل والبارميجان غير اللي احنا حطيناه جوه في الصوص، بيدي طعم لذيذ جدا. والمية يا جماعة اللي بتبقى من السلق دي كتير بتفرق في طعم المكرونة. خلاص كده ممتاز. ناخد بقى المكرونة بتاعتنا، الكفتة بتاعتنا. ناخدها بقى كده نحطها في النص. ممكن نخلي الصوص بره شوية كمان نتخنها لو عايزينها سميكة اكتر، فانا هخلي دلوقتي هحط دول كده، هرجع الصوص تاني بس اتخنها شوية علشان احطها كده ما تبقاش مرقة قوي زي دي. بس هي خلاص الفراخ عندنا استوت، ريحتها تجنن، ريحتها بجد حلوة. يعني يا ريت شمين معايا الريحة بتاعت النعناع والريحان، فلفل المشوي كتير لذيذة. خلاص انا بس دلوقتي هحط ده تاني كده على النار، هسمك شوية الصوص، مش عايزة اخلي الفراخ اكتر من كده علشان ما تشدش ما تنشفش. هرجع بقى انا ده دلوقتي كده على النار واخليها تتخفر شوية، ونحط هنا
شوية من الجبنة البارميجان اللي عندنا، وعين الجمل هحطه في آخر خالص مرحلة لما الصوص عندنا تخلص خالص، هروح حطلها آخر حاجة عين الجمل علشان ما يطراش، يفضل شوية كده مقرمش كده. ناخد شوية من النعناع اللي احنا خليناه على جنب ونحطه. خلينا بقى دلوقتي كده ايه، بس نحط دول، نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا، وتكون الصوص بتاعتنا كمان جهزت وتشوفوا الطبق وهو كامل. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. شوفوا بقى الصوص عندنا، انا خليتها على النار لغاية ما بقت بهذا السمك، شايفين اهي. هنحط لها بقى دلوقتي زي ما اتفقنا شوية من عين الجمل، ممكن نحط بس كده تقريبا معلقتين كبار، ويعني محمص كده بيطلع طعمه جميل جدا مع الاكلة دي. هناخد بقى الصوص بتاعتنا وبنحط منها هنا، ولو تحبوا كمان بتقدروا تقدموا شوية في طبق على جنب، الصوصيارة كده على جنب يكون فيها شوية من الصوص دي، لان طبعا صعب نحطها كلها. ناخد بقى الطبق بتاعنا ونحطه هنا ونبتدي نشوف مع بعض وصفتنا التانية للنهاردة، واللي هي كرات القرفة بحشوة الجبنة. طيب الوصفة دي علشان نعملها، هي وصفة لذيذة قوي هيحبوها الكبار والصغيرين طبعا. علشان نعملها عايزين 3 كوبايات دقيق، معلقة كبيرة خميرة، 2 معلقة كبيرة حليب بودرة، 1 بيض، 1/3 كوباية زيت، والحشوة عايزين جبنة مكعبات اللي هي بتبقى الجبنة دي، وعايزين نغطي بقى العجين ده، هنغطيه بالآتي: 100 جرام زبدة، و3/4 كوباية سكر بني، ومعلقتين صغيرين قرفة. وبعد ما تطلع من الفرن عايزين نحط لها 1/2 كوباية عين جمل مجروش، صوص طافي وصوص شوكولا. طيب علشان نعمل الوصفة دي، أول حاجة لازم نعمل العجينة. هنعمل العجينة بتاعتنا دلوقتي بالعجان، طبعا لما مفيش عجان بنقدر نستعمل ايدينا، بس هتاخد شوية وقت. أول حاجة هحط الحاجات السائلة كلها مع بعضها، وبعدين هنحط الباقي. ها عندنا هنا دلوقتي البيضة، نحط البيضة، وعندنا الزيت، وعندنا بس خلاص ما عندناش حاجة تانية. عندنا شوية، ممكن نحط شوية سكر لو تحبوا كمان علشان خاطر نسيت بيشتغل منين. خلاص هحط بقى دلوقتي المية، عندنا بقى مية عيار مية، وعندنا مش عيار ثابت يعني، هنحط عليهم شوية مية، دقيق. دايما بحب اخلي شوية على جنب، خميرة، حليب البودرة، ونبتدي بقى رحلة العجن.
العجينه بتاعتنا بعد ما بتتعجن بناخدها، لازم يا جماعه نعجنها يعني تقريبا على الاقل 5 دقائق 6 دقائق في العجان. بعد ما بتتعجن بسيبها ترتاح، ودي حاجه يعني كتير مهمه في العجينه انها تطلع حلوه. العجينه دي بتنفع، بس حط لها معلقتين سكر، انا الصراحه نسيت اقول لكم عليهم. هتحط لها معلقتين سكر ورشه ملح. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد الدقيق بتاعنا هنا، ودي العجينه بتاعتنا هنا اهي، ودي كده وده كده. هناخد العجينه بتاعتنا نسيبها ترتاح زي ما اتفقنا لمدة ساعة بعد ما نكون عجناها كويس جدا زي ما قلنا. وبعدين هناخد الجبنة بتاعتنا وهناخدها نعمل نقطعها كده، علشان خاطر انا عايزة صينية اعمل فيها كور، والكور دي هحشيها بالجبنة، وبعد ما تطلع من الفرن هحط لها بقى الصوص بتاعت الشوكولاتة اللي عندنا. فين الصينية؟ الصينية الصينية اهي، فيهاش ورق زبدة، نحط لها ورق زبدة. هناخد ده بقى كده ونعمل كده وكده وكده، ونقلب دي كده ونحط دي نحط بقى كده ورقة زبدة هنا، ونبتدي نشوف هنعمل ايه. أول حاجة عايزين نسيح الزبدة اللي عندنا علشان خاطر نعمل التغطية اللي هنعمل بيها اللي هنكور فيها الكور بتاعتنا. فهناخد الزبدة اللي عندنا نحطها على النار، وهي اللي هخلط معاها السكر والقرفة والحاجات دي كلها. طيب اول حاجة هنعملها دلوقتي، هناخد العجينة بتاعتنا تكون ارتاحت زي ما اتفقنا. هناخد الجبنة بتاعتنا هنا ونحط قدامنا خشبة كده كاتنج بورد، ونجيب سكينة وهنقطع العجينة اللي عندنا بهذا الشكل كده وكده. اوكي هنعمل بقى كده في كل القطع اللي عندنا، هنقطعهم كده. طبعا الشكل مش باين من جوه، يعني انا لو حطيتها مش مكعبات مش مشكله يعني ابدا، المهم الطعم يعني اللي هيبان، مش مهم خالص ان هي تبقى مكعبات. انا بس بقطعها كده علشان تريحني في الشغل. تمام. طيب هناخد دلوقتي العجينه اللي عندنا ونبتدي نقطعها لدواير قد ما نقدر، بنخليهم دواير قد بعض بالشكل ده كده. هاخد الجبنة اللي عندنا وهحطها في النص وهقفل عليها، كده اهو. وبعدين نعملها كورة، يعني بحطها كده قدامي وبحط ايديا كده 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 وكده ونكور. والاسهل من كده كمان ان انا احطها في ايدي، يعني انا بحب اعمل كده في ايدي. شايفين بتطلع عامله ازاي؟ كوره ممتازه، يعني كوره مظبوطه. هنحط بقى الكلام ده هنا، نعمل كمان واحده على ما الزبده تسيح اهم حاجه يا جماعه في العجين وقت العجن يكون كويس، والتخمير نديها حقها كويس قوي في التخمير. العجينه تطلع معاكوا عجينه ممتازه مش محتاجه مكونات كتير ولا اي حاجه. تمام كده. هنحطها برضو كده هنا. الزبدة هنا عندنا تقريبا خلاص. احنا هنعمل ايه بقى؟ هناخد دلوقتي بولة نحط فيها الاتي.
هحط فيها السكر والقرفة، معلقتين قرفة على السكر اللي عندنا، تمام. والزبدة هنا عندنا ساحت، ما ساحتش قوي لان البوتاجاز اتطفى، وهنرجع نولعه تاني على ما نعمل كمان واحدة تكون الزبدة ساحت. هناخد الكور اللي عندنا دي هنحرجها كده في الزبدة، ومن الزبدة على السكر والقرفة اللي هنا، وبعدين هسيبها تخمر كمان مرة. يعني كده احنا خمرناها مرتين، وبعد ما تخمر كمان مرة بروح مدخلاها على الفرن. يبقى احنا كده عجننا لمدة 5-6 دقايق على الأقل في العجان، خمرنا العجينة أول مرة واشتغلنا فيها، حشيناها وحطيناها هنا، وهنسيبها تخمر كمان مرة. بس قبل ما نسيبها تخمر كمان مرة هنكون قلبناها في الزبدة، ومن الزبدة حطينا لها السكر، دحرجناها برضو في السكر والقرفة. بنعمل بقى كده الحاجات دي، وبعدين بنحط الكلام ده في الفرن على درجة حرارة 180 بعد ما تكون اختمرت لتاني مرة. يعني بسيبها نص ساعة تقريبا، نص ساعة العجينة ترتاح وتخمر كده تاني وتكبر. بحطها في الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد تقريبا من 12 ل 15 دقيقة تقريبا، تمام. خلينا بقى نطلع دلوقتي لفاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل بقية وصفاتنا. بشوفكوا، لا خلينا اقرا اوريكم واحدة ازاي بتتعمل. خليكوا استنى. طيب اهي علشان اكملها واحطها في الفرن في الفاصل. خلاص الزبدة كده عندنا اهي زي ما انتم شايفين ساحت. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نجيب العجينة بتاعتنا، وده اهو كده هنا، ده نقلبها، نقلب السكر والقرفة مع بعض. ناخد العجينة بتاعتنا وهحطها في الزبدة، تقليبتين بس كده في الزبدة، كده كله في الزبدة. وبعدين اخدها من هنا لهنا برضو كده تقليبة كويسة كده اهو، وبعدين اروح واخداها حطاها بقى هنا، ونسيبها تخمر زي ما اتفقنا نص ساعة، وبعدين على الفرن درجة حرارة 180 تقريبا ربع ساعة. انا بقى هكمل الصينية كلها واحطها في الفرن، ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا حطينا الصينيه بتاعت كرات الجبنه والقرفه والحركات في الفرن، ومستنيينها تخلص، وهنعمل على ما تخلص الكرات بتاعتنا سلطه لذيذه قوي انا بحبها، لان فيها قرع وفيها بذور دوار الشمس وفيها رمان وفيها بيكان وفيها جبنه، كل الحاجات دي انا بحبها. علشان نعملها عايزه اقول لكم ايه المكونات اللي هنعوزها. عايزين تقريبا يعني قرع حسب ما تحبوا انتوا، اهو القرع عندنا هقول لكم دلوقتي عليه، وزيت زيتون علشان نشوي القرع. عايزين رمان، تقريبا 150 جرام من الجبنه الفتة او جبنه الماعز الجوت تشيز. عايزين ربع كوب من بذور القرع، اللي هو بذور القرع او بذور دوار الشمس ممكن، بس طبعا القرع احسن، انا اتلخبطت في الاول. معلقه كبيره بيكان او صنوبر او عين جمل ممكن. والصلصه عباره عن ربع كوب خل بلسمك، ربع كوب زيت زيتون، 3 معالق كبيره ليمون، معلقه صغيره ماسترد، معلقه كبيره عسل، ملح وفلفل. اول حاجه خلينا نعمل مع بعض الصوص بتاعه السلطه عندنا. طبعا السلطه دي تقدروا لو ما فيش عسل تستعملوا سكر بني، لو ما فيش سكر بني خلاص استعملوا سكر عادي، بس هو احسن حاجه معاه العسل.
القرع بقى عملنا فيه ايه يا جماعة؟ القرع انا اخدته قشرته طبعا، واخدت منه شريحة قطعتها مكعبات ودهنتها بزيت الزيتون وحطيتها في صينية على الفرن. يفضل تحط ورق زبدة في الصينية. حطيتها على درجة حرارة 200 لغاية ما بقى لونها كده زي ما انتوا شايفين، يعني ما ابتدت اتشوت. اوكي طيب، دلوقتي هنعمل الصوص مع بعض. هناخد بقى دلوقتي الماسترد اللي عندنا معلقة، وعندنا العسل برضو معلقة، او حسب، احنا بنحط عسل كمان علشان يوازي الحموضة او اللزوعة بتاعت الخل البلسمك وبتاعت الليمون. هنحط بقى دول كده، نقلبهم بس مع بعض شوية، وبعدين نبتدي نحط الخل البلسمك شوية شوية. طبعا في، يمكن نسينا نقول، لا في ربع كوب زيت زيتون اهو موجود عندنا هنا في الزجاجة. نحط بقى الليمون، زيت الزيتون، خلينا بقى ننزله شوية شوية. ليه؟ علشان ما يفصلش مننا، لو حطيناه مرة واحدة هيفصل ونلاقي الخليط بتاع الصوص تحت وزيت الزيتون لوحده كده فوق، فعشان كده بننزله شوية شوية. خلاص تقريبا ربع كوباية، بس احنا لاننا منزلينها بالراحة فاخدنا شوية وقت. بس هحط دلوقتي شوية من الملح، ومش كتير. خلاص كده ناقص بس ان احنا شايفين ازاي كده الصوص ما فصلتش، شايفين؟ لاننا خفقنا زيت الزيتون معاها بالراحة فما بتفصلش، لو حطيناهم مره واحده زي ما قلت لكم بتفصل. خلينا نجيب الطبق. نحط الصوص بتاعتنا هنا. ونبتدي بس نرص كده الخضار بتاعنا بالطريقه تكون لطيفة، وخلاص وكده يبقى عمل. طبعا بتقدروا تقطعوا انتوا ورق السبانخ وتعملوها سلطة سلطة يعني، بس يعني يمكن دي للتقديم كده شكلها احلى. ناخد بقى القرع المشوي اللي اتفقنا ان احنا دهناه بزيت الزيتون وحطيناه في الفرن، نوزعه كده. الجبنة، لو حابين تستعملوا الفتة كمان بتطلع حلوة قوي، جبنة الماعز بتطلع احلى كمان. خلاص نشوف الفرن، نحط شوية من الرمان،
لا لسه عايز شويه. رمان، كل النكهات دي مع بعض بتعمل طعم جميل جدا. ونحط البذور بتاعة القرع. ولو تحبوا توزعوا برضو بيكان. وزي ما قلنا طبعا انتوا بتقدروا تقطعوا السبانخ، انا بس حطاها كده يعني شكل حسيتها شكلها حلو، بس طبعا براحتكم. وادي كده السلطة بتاعتنا جهزت تمام. ادي السلطة بتاعتنا جهزت، خلينا بقى نحطها هنا. شوفوا الالوان كده وجمالها، كتير لذيذة الالوان. نشوف الفرن. لا استوت. عندنا بقى هنا الصوصات، هنحط لها دلوقتي صوصات لذيذة. نحط لها بقى صوصات زي ما انتوا عايزين. طبعا انا يمكن مش هنلحق نطلعها من ال شايفين، هحط لها كده دلوقتي صوص توفي وصوص. الريحة فظيعة يا جماعة، فظيعة. ونحط لها كمان صوص شوكولا. سخنة طبعا وتجنن الريحة، تجنن. وناخد بقى، انا بحب احط لها شوية عين جمل على الوش، بس طبعا انتوا حرين. بس طبعا انا عاملاها معاكو على الهوا، يعني انا عاملاها معاكو دلوقتي، فمش معرفناش نطلعها لانها سخنة نار. وكده نبقى خلصنا معاكم حلقتنا للنهاردة، واللي عملنا لكم فيها وصفات بتمنى انها تعجبكم. عملنا معاكم الكرات، الكفتة، كفتة الفراخ بالصوص الخضراء والفلفل المشوي الاخضر والريحان والنعناع، شوية كريمة وشوية مية، وقدمناها مع مكرونة وجبنة بارميجان. عملنا كمان معاكم كرات العجين بالجبنة وبصوص، حطينا لها صوص طافي وصوص شوكولا، وحطينا وهي نفسها عملناها بشوية زبدة، وبعدين حطيناها في سكر بني وقرفة. كمان عملنا معاكم سلطة القرع المشوي، برضو لذيذة جدا ومغذية جدا جدا جدا. الوصفات بتاعتنا كلها هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا كمان شوية. طبعا اللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة الساعة 8 بالليل والساعة 8 الصبح. شكرا لمتابعتكم، وبشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة ووصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. Thank you.
نزل التردد الجديد 11785. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.